انا المشكله كلها اللي بتروح هنا هو من فوق يعني ايه الالم. الفوق الالم من وين بالضبط؟ من هون ما بيقدر يحمل على رجليه. من متى كذي هو مخبوط؟ يعني من ساعتين كذا ثلاثه. شفت انت الخبطه وين جت بالضبط؟ يعني هو كان كويس خالص جدا. ايه؟ تمام. ايه؟ بس احنا ما شفناش الخبطه من وين بالضبط. احنا شفنا السياره يعني بس هي الخبطه من هون كده. هو اكيد عشان هنا في الم يعني ما بيستحمل ان احنا نحط يدنا عليه. ماشي. اللي ابي اطلبه منك اي بطانيه. بطانية؟ اي بطانيه في اي فرش.